فاهمه؟ لا هو فيتامين سي موجود يا جماعه في الاكل، ونقدر ان احنا ناخده يوميا من ثمره واحده. يعني ثمرة طبعا واحدة برتقال، ثمره برتقال، ممكن الليمون مثلا 100 جرام من الليمون تقريبا حوالي حاجه 80 مللي جرام من فيتامين سي. اللي الناس مش فاهماه او اللي الناس للاسف برضو عارفاه خطا شائع، ان الفيتامين سي مش موجوده الا فين؟ الا في في البرتقال الليمون والليمون والبرتقال. والجريب فروت والحاجات اللي هي مثلا الموالح او الحمضيات. لا طبعا فيتامين سي موجود في الجوافه. ثمره جوافه واحده فيها كام بقى؟ فيها 200 مللي جرام من فيتامين سي، ما شاء الله قوي جدا. ثمره الباباي موجود فيها، الكيوي. يعني تمام، ثمرة واحدة تكفي تكفي يوميا يوميا خلاص. انت خدت للحصتي ثمرة الفيتامين ثمرة سي. كيوي، انت معاك فيتامين سي. يعني نقولهم كده بالترتيب عشان الناس ايه ما تتوهش مننا. تمام، عندك الكيوي، الجوافة، طبعا البرتقال، الليمون، الفراولة، الباباي، البروكلي، الأرنبيط، تمام، كمان موجود في السبانخ، موجود في الطماطم، موجود في الجزر. ما شاء الله، فيتامين سي يعني حضرتك اديتنا أطعمة متنوعة. متنوعة، والناس للأسف هم غايبة عنهم الحتة دي. هو فاكر ان انا عايز دلوقتي فيتامين سي اروح اجري على السوق اجيب برتقال، طب البرتقال مش موجود، طب اجري على الصيدليه، طب انا عايز حد ينقذني. لا يا جماعه، هو موجود في كل ده. عندك السبانخ، عندك الجوافه، الكيوي، الباباي، عندك الطماطم موجود برضو فيها بنسبه معينه، الفراوله، وعندنا زي ما قلنا البرتقال اساسي طبعا، والليمون. طب لو قد ايه فراوله يا دكتور عشان برضو نبقى الفراوله عارفين؟ كوبايه، كوبايه يعني مقدار اعمل كوبايه، عصير. كوبايه عصير فراوله في حوالي نص الحصه اليوميه اللي انت محتاجها من تمام. فيتامين سي. طب يا دكتور لو انا حباها ان انا مش عاملة عصير، ولا ممكن أكلها. لو اتعملت عصير بص ممكن حضرتك، تفقد قيمتها لا الغذائية؟ ما تفقدش قيمتها.